وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل قراءة الكتاب تقريب التدمرية لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 16 من صفر لعام 38 الموافق ليلة 16 من الشهر 11 لعام 16 و2000، وما زلنا في مبحث القدر والشرع. وقلنا أن المسلم يؤمن بالقدر والشرع، أما القدر أي نؤمن بأن الله عز وجل قدر كل شيء، الله عز وجل يعلم مقادير كل شيء، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، والله عز وجل كتب مقادير كل شيء، كتب مقادير كل شيء، ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل شيء مكتوب، إن ذلك في الكتاب، والله شاء أن يخلق المخلوقات فخلقها، علم فكتب، شاء فخلقها. فما من شيء يخلق من شيء في الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لله، نؤمن بهذا، ونؤمن بأن الله عز وجل شرع الشرائع، خلق الجن والإنس لعبادته، وأرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى ووعد وتوعد. فيجب على المسلم أن يمتثل شرع الله عز وجل، يمتثل المأمور ويجتنب المحظور، طاعة لله عز وجل ورجاء ما عنده. فلا ندع العمل ونلغي الشرع كالجبرية لحجة أننا إيش نؤمن بالقدر، وإنما يقع شيء لمشيئة الله. صحيح إنما يقع شيء لمشيئة الله، لكن لا يعني هذا أننا نفرط في القدر في الشرع ونهمله ولا نعمل به، لا. كما أننا لا نقول الله ما شاء شيء لم يشأ شيئا، كما تقول من القدرية المعتزلة، فإنهم ينفون مشيئة الله، وكأن ما يقع من العباد هو خارج عن مشيئة الله، مع أن الله يقول وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وهذا الله أهل السنة، فآمنوا بماذا وماذا؟ آمنوا بالقدر خلافا لمن؟ لنفاق القدر القدرية المعتزلة، وآمنوا بالشر خلافا للجهمية الجبرية المرجئة، هاي ثلاث جيمات تدعو على فرقة واحدة، جهمية بالنسبة لجهم سطة، جبرية لقول بعقيدة الجبر بأن الإنسان مجبور وأن الشرع على كله ملغي، ومرجئة لأنهم قالوا الإيمان مجرد معرفة فأرجعوا الأعمال أخرجوها عن الإيمان. الجبرية هم الجهمية هم المرجئة، يقابلهم من المعتزلة الوعيدية القدرية نفاق القدر. وهذا الله أهل السنة والجماعة بما اختلوا فيه من حق بإذنه، فآمنوا بالقدر خلافا للمعتزلة القدرية النفاق، وآمنوا بالشر خلافا للمرجئة الجبرية الجهمية. واضح؟ حق الله. قال رحمه الله تعالى: القدر لا يعرف الأسباب القدرية. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المؤلف رحمه الله: والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابا، فإن الأسباب من قدر الله تعالى، ورب المسببات لأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل، والتي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. فمن الأسباب القدرية قوله تعالى: الله يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، إلى قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يا رب العالمين، قدر الأرزاق ومع ذلك يرسل الرياح تثير سحابا فيسوق إلى بلد ميت فيأكل به من كل ثمرات، قدر الأرزاق وقدر لها أسبابها من إرسال الرياح وتحمي سحابا وتنزل ماء وتنبت الأرض فيحصل الرزق. فإذا رب العالمين قدر الأرزاق وقدر أسبابها،
نحن نأخذ بالأسباب وهذا لا ينافي الإيمان بالقدر، لأن حتى الأسباب مقدرة، إن كل شيء خلقناه بقدر سواء سبب أو نتيجة كله مقدر، ما في شيء يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط مستقيم. هذا أسباب شرعية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور يعني القرآن، كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوان سبل السلام، الذي يتبع، إذا نحن مأمورون أن نتبع، صحيح أن هداية من الله عز وجل، لكن لا ينافي أن ماذا نسعى للهداية. في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديكم، استهدوني أهدكم. الإنسان يسعى للهداية، الهداية علم وعمل، فالعلم يسعى المسلم يكسب العلم يتعلم، والعمل يسعى لتطبيق العلم، هذا يحتاج إلى سعي إليه، ولا تسعى لتحصيل العلم وتسعى لتطبيقه، فهذا من الشر. فنحن نؤمن بالقدر والأسباب، حتى الأسباب مقدرة، ونؤمن بالشر ونسعى إليه، وجاء الشر من الله ونحن نسعى إليه حتى نحصل. نعم. وكل فعل مرتب الله عليه عقابا أو ثوابا وهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد، ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. والناس بالأسباب طرفان وسط، فالطرف الأول نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها. وهؤلاء خالفوا السمع وكابروا الحس وانكروا حكمه الله تعالى في رب المسببات باسبابها. طيب، هذا يعني كلام الاشاعره. لو لاحظتم كلامهم هذا معناه ان الله ما قدر شيء، كلام يفضل ليش الى عقيده القدريه، يقول ان الشيء يحصل عنده لا به، يعني لو رميت حجر على الزجاجه انكسر الزجاجه عند رمي الحجر لا بالحجر. طب يقول قال ايش معنى الكلام؟ هو كلام غير معقول، لو كان معقولا لفهمناه، لكن هكذا هي فلسفته. الصحيح ان الحجر هو الذي كسر، لكن هم ماذا يقول الكلام؟ لانهم ينفون ان الله قدر شيئا، ينفون القدر. هم معروف الاشاعره تولدوا من المعتزله، بقيت عندهم آثار من تحقيق صفات الله عز وجل ومن قول بنفي القدر، لكن ما ينفون نفيا صريحا كالمعتزلة، وإنما يقولون يحصل الشيء عنده لا به. فإذا النار حرقت شيء، النار ما حرقت شيء بالحقيقة، وإنما حصل إحراق عند بلوغ النار الشيء المحترق. أنا فهم السبب، احترق بالنار، والله عز وجل قدر الأشياء وقدر أسباب، هذا لا منافاة بين تقدير الله الشيء وتقديره للسبب، حتى السبب مقدر. نعم. الطرف الثاني، والطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة لذاتها، وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس، فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عن مسبباتها بإذن الله، كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها فقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يعترف بها. وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا، أن النار سبب لإحراق الشيء، لكن لما ألقي إبراهيم أراد به كيدا وجعلناه من الأسباب. يقول الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وصارت بردا وسلاما. قيل: لو لم يقل سلاما لكانت بردا ومات من شدة بردها، لكن قال الله بردا وسلاما. فهنا رب العالمين جعل هذه النار لا تحرق، مع أن خاصية الإحراق، يعني الأمر ما يتم إلا به بمشيئة الله، فشاء الله أن النار هذه ما تحرق إبراهيم عليه السلام.
أنها سبب الإحراق، مع ذلك رب العالمين شاء أن تحرق فما أحرق. نعم. قول تعالى هنا في فائدة، قلنا يا نار، يا حرف نداء، أداة نداء، يا نار منادى، منادى. ونار هنا نعرفها ولا نكرة؟ نكرة. نار، لم يقل نار كذا، أو النار، نار. وهذه لم تنادى وتبنى على الضم، وقال عنها نكرة مقصودة، نكرة مقصودة، بدليل أنها بنيت على الضم، والعرب إذا أرادوا نكرة مقصودة بنوها على الضم، إذا أرادوا نكرة غير مقصودة تبنى على الفتح، تبنى على الفتح. أضرب لكم مثالا لنكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. أول شيء فهمنا القاعدة، النكرة المقصودة تبنى على الضم، نكرة غير مقصودة تبنى على الفتح. طيب، رجل نكرة صح؟ ما التعريف منه؟ الرجل أو رجل بني فلان، لكن رجل هذه نكرة، نكرة ما هي معينة لشخص معين، معرفة تعين لشخص معين، رجل كلمة نكرة. إذا قال الخطيب يا رجلا تنبه قبل فوات الأمان، قبل فوات الأوان، ها غير مقصودة. كيف غير مقصودة؟ يعني هل أراد واحد من المصلين ولا ها؟ ما قصد أحد. شوف، قال يا رجلا تنبه. طيب، إذا واحد يخاطب شخصا يقول يا رجل طالما ذكرتك، هذا ايش؟ مقصودة. لماذا؟ لأنه قال ايش؟ يا رجل بالضم. طيب، قال الرجل الأعمى، أدركم المحاتب، الرجل الأعمى يريد أن يعبر الطريق فينادي، ينادي أي واحد يعبره الطريق، فماذا يقول؟ يا رجلا ولا يا رجل؟ ها؟ يا رجلا، يعني أي واحد. إذا كان يقصد واحد معين هو اللي دائما يمسك له، نادي ايش يقول؟ يا رجل أين أنت؟ واضح؟ طيب، ما الفائدة من هذا البحث؟ الفائدة من هذا البحث أن الصوفية يدخلون في النار، وزعموا أنها كرامات، وزعموا أنها تثبت آية إبراهيم عليه السلام الذي ألقي في النار ولم يحترق. نقول النار تحرق، وتلك النار بالذات لم تحرق لأن الله ناداها هي بالذات، ما نادى النيران كلها، بدليل أن قال ماذا؟ يا نار، يريد هذه النار فحسب، ليس كل نار، النار كلها تحرق، إلا هذه النار بأمر الله عز وجل ناداها بخصوصتها أو بخصوصيتها، قال يا نار. سوف يكون هذه من كرامات، من قالك أدخل بالنار أصلا؟ ثم إبراهيم عليه السلام هل دخل بالنار ولا ألقي بالنار؟ ألقي بالنار، لم نؤمر شرعا أن نؤذي أنفسنا بالنار، بل الكيل هو الكيل للعلاج، حكمه في الشرع مكروه، فالسبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يكتوون، فكيف بعد واحد يدخل بالنار أو يأكل جمر وهو لم يؤمر بذلك ولا حاجة له لذلك؟ قال يثبت آية إبراهيم عليه السلام، ليس مطلوب منك أن تثبت آية إبراهيم عليه السلام، ولو كان هذا المطلوب شرعا ففعله النبي عليه السلام، فعله الصحابة، دخلوا في النار ولا أكلوا جمر، ما فعلوا ذلك. فلله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ليس من دين الله واحد يلقم ولا يدخل في النار ولا يأكل جمر ولا يضرب نفسه، ليس من الدين، الحمد لله بعافاته، وإنما الدين هو بالاتباع لا بالأهواء. واضح؟ وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها لكن لا بذاتها، بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة، وهؤلاء هم الطائفة الوسط. يعني النار الآن تحرق، جعل الله سببا للإحراق، رمي الشيء بالحجارة ورمي الزداد بالحجارة يكسر، جعل الله في خاصية إيش؟ الكسر،
ليس كذلك؟ لكن يقول ليس بذاته له تبع مشيئة الله، حتى النار التي ألقيها بها إبراهيم ما أحرقت، مع أن خاصيتها الإحراق، لكن شاء الله أن لا تحرق ما أحرق، وإذا شاء الله أن تحرق أحرقت. نعم. وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مريد قادر حاكم، لقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله: وغدوا على حرب قادرين، وقوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب في التأثير في مسبباتها، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها. فإن قال قائل: أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. أما الكتاب، يعني واحد يفعل فاحشة أو يشرب الخمر يقول: الله قدر علي أفعل ذلك. هنا في قاعدة جميلة تحفظ بعبارة أو بجملة: الشرع يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب، يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب، مصائب جمع مصيبة، معائب جمع عيب. واحد صارت مصيبة، حادث، حريق، وفي إنسان، هنا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء. عند المصيبة تقول قدر، ولا يحتج بالقدر في المعائب. واحد تارك صلاة، أذن، قم صل، قدر الله أني لا أصل، اشرب خمر، قدر الله أني لا أني أشرب خمر، عق والديه، قدر الله أني عق والديه، هذا عيب. ترك الصلاة عيب، شرب الخمر عيب، أخوك الوالدين عيب. ما يجوز الإنسان يفعل المعصية ويستمر عليها ومصر عليها بحجة قدر الله علي أن أفعل هذه المعصية، مع أن المعصية قادمة هذا ما أتى الوقت، لأن الآن صار توا أذن الوقت ما زال، لا يقوم يصلي يقول: قدر الله أنني لا أصلي. هذا احتجاج باطل، لأنه احتجاج إيش؟ القدر على المعاد. وسيذكر على أدلة الشيخ كذب هؤلاء الذين يحتجوا بالقدر ولم يكن لهم في ذاك حجة. إن هذا الذي يحتج بالقدر على المعاد هناك من سبقه واحتج بمشيئة الله وقدره على المعاد، فما نفعه هذا الاحتجاج؟ ما نفعه، لو نفع الذي قبلك لنفعك. واضح؟ فنقول الآن: هل أنت تعلم ماذا قدر الله عليك حتى تحتج بالقدر؟ ما تعلم. القدر سر الله في خلقه، الله أعلم ماذا كتب الله. المصيبة إذا وقعت عرفنا ما كتب الله، حصل الحادث، حصلت الوفاة، حصل الحريق، فتبين لنا ماذا كتب الله، صح؟ فنقول: قدر الله ما شاء فعل. لكن هل تعلم بأن الله كتبك من تارك الصلاة حتى تقول: قدر الله أني لا أصلي؟ هل تعلم أن الله كتبك من شارب الخمر حتى تشرب وتقول: قدر الله أني أشرب؟ جواب: ما تعلم. المصيبة قد وقعت، فيقول الإنسان ماذا؟ تبين له ما كتب الله وقدر الله، يقول: قدر الله إن شاء الله.
لكن أنت مأمور أن تتقي الله، أن تستقيم على أمره، أن تقوم وتصلي، أن تترك الفاحش، أن تترك الخمر، تفعله ومصر على فعله، وغدا ستفعله مستمر وتقول قدر الله. يصلح هذا؟ ما يصلح. المشركون أشركوا ومستمروا على الشرك، ويقول لو شاء الله ما أشرك ولا أباه. طيب أنت كيف عرف أن الله شاء أنك غدا لن تشرك؟ اسلم الآن، اترك الشرك، أطلع عنه. فما يجوز الإنسان يستدل بالقدر على فعل المعارض، وإنما يستدل القدر عند المصاب. وقعت مصيبة وانتهت، إن الله راجع، قدر الله وما شاء فعل. واضح؟ لذلك هذا الذي يحتج بالقدر على المعارض، لو صفعت وصفع قالك لا تصفع، لا تضرب، قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله تضرب لي بقدر الله، ها يرضى بهذا؟ أو تسلب مالك، قل قدر الله ما شاء فعل، تسلب مالك، لا ما أرضى. لماذا أنت تترك الصلاة وتقول قدر الله؟ لماذا تشرب الخمر وتقول قدر الله؟ أبدا ما في حجة. الواجب على المسلم أن يعمل، لأنه ما يعلم ماذا قدر الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل فيما عمل، ما دام كتب الله كل شيء، مقادير كل شيء، حتى أسماء الجنة أسماء النار قد كتبت، فرغ الله من العباد. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا. وما هو الدور؟ أن نعمل، ما نبحث عما كتب الله، لأن لو بحثنا لن نصل. هذا سر الله في خلقه، ما نعلم ماذا كتب الله. لو أن الإنسان يعلم ما كتب الله له لكان من حقه أن يتوقف، بل أنه في الجنة في الجنة لماذا يعمل، أو في النار في النار لماذا يعمل، لكن ما يعلم لا في الجنة ولا في النار. يعمل يرجو من الله عز وجل أن يدخلوا الجنة، ويخاف من النار. واضح؟ القدر أمر كتبه الله ولا نعلم، ما اطلعنا عليه حتى نعتمد عليه. ثم لو كان في احتجاج القدر حجة، لو كان احتجاج القدر على المعارف حجة، لما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل؟ فهذه آية صريحة بأن بعد الرسل ما في حجة. فلو كان الاستدلال بالقدر حجة لبقيت حجة غير إرسال الرسل. الله يقول إيش؟ لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، أنزل معهم كتبا، أمرونهم ما في حجة. لو كان الاحتجاج بالقدر حجة لبقيت الحجة، مع أن الله ينفي أن تكون ثم حجة بعد إرسال الرسل. القاعدة الآن ماذا الجملة المفيدة هذه؟ استدل القدر في المصائب، ولا يستدل في القدر في المعائب. مريحة هذه، تفهم متى تقول قدر الله وشفع، ومتى ما يجلس تقول قدر الله. واحد يترك الصلاة صر قوم تواد قدر الله أني ما أصلي، شنو قدر قوم تدرك أن الله قدر الله. لماذا لا تقول قدر الله أني أصلي؟ لأنك ما تعلم قدر الله أنك تصلي أو قدر الله لا تصلي. تعلم ماذا كتب عليك أنك مصلي أو غير مصلي؟ ما تعلم، قم صل. لماذا ما تفترض بأن الله قدر أنك تصلي وتقوم تصلي؟ لأن الأمر متساوي الطرفين، ما هما الطرفان؟ أن الله قدر أنك تصلي أو أن الله قدر أنك لا تصلي. يعني يحتمل 50% أن الله كتب عليك أنك لا تصلي، و50% كتب الله عليك أنك تصلي. فلماذا أنت رجحت أنك لا تصلي ولا تقوم للصلاة؟ يبهتب؟ ما تعلم، الأمر متساوي الطرفين. كم نسبة أن الله كتب عليك تصلي؟ احتمال واحتمال. كم نسبة أن الله كتب عليك ما تصلي؟ احتمال واحتمال. أنا ما أدري شو مكتوب، أين بحثي، أين جهدي، أين المأمور به أني أمتثل الأمر أقوم أوصل. إيش المكتوب؟ ما نعلم. هذا خوف في الخيال في المحال، لا يستحيل واحد أصلا يدرك ماذا كتب الله، لأن هذا في كتاب مكنون عند رب العالمين كتبه. واضح؟ أنت عليك ماذا؟ أن تعمل. ولذلك قلنا الكلمة المشهورة، أنت تسأل عما تعمل، لا تسأل عما يعمل جل وعلا، لا يسأل عما يفعل. لا تقول الله ماذا كتب، لماذا كتب، ماذا شاء الله، لا
تسأل عنها. أنت مسؤول عن ماذا؟ عن عملك. واضح؟ وأما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأبطل الله حجتهم هذه بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وجه الكذب: ما أدراكم بأن الله كتب عليكم إيش؟ إن الشاعة تشرك. كيف عرف أن الله قدر عليك من ما تصدر؟ أذن قم صدر كتب الله عليه، قدر الله أني ما أصدر. كيف عرف؟ ما تعرف. لماذا ما تقول قدر الله أني أصدر؟ خذ كتاب في كتب على الكرسي، أنت خذ كتاب وأنت خذ كتاب. يا أخوان هذا ما نخبط جمعة على درس علمي، وفرنا الكتب، تتبع معانا، طالع واستفيد. فقط جمع لا تعبث بشيء، بس استمع الخطأ. طيب، إذن هنا رب العالمين قال: كذلك كذب الذين قبلهم. يعني أنتم كذابون، واللي مخبط ما أيضا كذبوا لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا. صحيح لو شاء الله ما أشركنا، لكن ما أدراكم بأن الله قد شاء لكم ألا أن تشركوا؟ ما أدراكم؟ هل تعلمون ذلك؟ رب العالمين أخباركم على صلى الله عليه وسلم قال: أنت مكتوب أنك تشرك، لا وجه لكم أن تشركوا وتحتجوا إيش من القدر ومن شيء، لا وجه لكم في ذلك أبدا. نعم. ومنها قوله تعالى: ومنها قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني أرسلنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا، أي لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان احتجاج القدر حجة لبقيت بعد الرسل، معنى الله قريش لا حجة بعد الرسل. إن هذا يعني أن الاحتجاج بالقدر على المعايب لا يجوز، بل هي حجة واهية. نعم. فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل، ولا حجة لهم على الله بعد ذلك، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. نعم. وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. كتابنا وندع العمل، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. طيب، هذا الحديث يا أخوان عظيم في بابه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره إن ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. يعني إلى أين سيصير؟ النار أو الجنة؟ الكل بلا استثناء. قالوا: هذا أول شبهة في العقيدة وقعت. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتاب ربي وندع العمل؟ مكتوب مكتوب، ماذا نعمل؟ نعتمد على ما هو مكتوب، نترك العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا. دائما نقول انا عندي حديث هذا، هل هذا قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا في نظر الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كافي او ليس بكافي؟ كافي، ما زادهم على قول اعملوا. اعملوا اعملوا. والصحابه هل اكتفوا بذلك؟ اكتفوا. اعملوا يا رسول الله، دلني على عمل ادخل الجنه بعد من النار. يا رسول الله، ما احب العمل يا الله. يا رسول الله، ان شعائر الاسلام قد كثرت علي، دلنا على عمل اتشبث به. يا رسول الله، اي الاسلام خير؟ اسئلتهم دائما ايش؟ في العمل، ماذا نعمل؟ كتب الله كتب، ما نعلم ماذا كتب، نعتمد على ما كتب. قال: لا، اعملوا اعملوا اعملوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم راى ان هذا الجواب كافيا، اعملوا. والصحابه قبلوا هذا الجواب على انه كافي.
ما يأتي إنسان يأتي ويتفلسف كيف ما كيف، يعني لو حاولت أن تعرف كيف لن تصل. لذلك كنا كلمة أيضا نافعة فضها أن من رام أن يعرف حكم الله في كل شيء فأنه يريد أن يكون مثله. ما الذي بكل شيء عليم؟ من؟ الله عز وجل. الله عز يعلم حكمة كل شيء فيما خلق وفيما أمر وفيما نهى، كل حكمة الله يعلمها صح؟ في حكمة الله ما يعلمها؟ ما في صغير ولا كبير ولا حقير ولا عظيم خلقه الله إلا والله يعلم لماذا خلقه. وكل أمر أمر الله به وكل نهي نهى الله عنه أيضا الله يعلم حكمة لماذا أمر ولماذا نهى. فإن أتى آت فقال أنا أريد أن أعرف حكمة كل شيء خلقه الله لما خلقه، ما الحكمة من ذلك؟ وأمر به لما أمر به، ما الحكمة من ذلك؟ ونهى عنه لما نهى عنه، ما الحكمة من ذلك؟ وفعل الله كذا لما فعل؟ أريد أن أعرف الحكمة في ذلك. هذا ماذا يريد؟ هذا يطلب أن يكون مثيلا لله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط ولا تخفى عليه خافية. هذا معنى ولا لا؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ قول إيش؟ بلى. لابد الإنسان يعرف قدر نفسه، لا يمكن تعرف الحكمة. بل أنت لو جئت الإنسان أخبر منك وأعلم منك في أي مجال، مجال طب ولا هندسة ولا زراعة ولا ميكانيكا ولا يفعل أفعال ما تستطيع تعرف لماذا يفعل هذا بكل شيء لما فعل. حتى لو تخصصت أنت بالتخصص نفسه وعرفت لماذا يفعل لن تعرف المجال الآخر. فالذي يعرف الطب ما يعرف الهندسة، اللي يعرف الهندسة ما يعرف في مدى إلكترونيات، في إلكترونيات ما يعرف في الطب، وهكذا. حتى أطباء تجد يتخصصون، هذا طبيب عيون وهذا أنف وأذن حنجرة وهذا أسنان وهذا قلب وهذا جلدية. وحتى المتخصصون مثلا في الأسنان في أيضا تخصصات. إذا علوم الدنيا الواحد ما يستطيع أن يعرف حكمة كل شيء في كل صغير وكبير، كيف تأتي تريد أن تعلم على الله خلق الله لما خلق ولما فعل ولما نهى ولما أمر؟ هل يمكن هذا؟ من أراد أن يعرف ذلك كله وقال لا أؤمن حتى أعرف، معنى يريد أن يكون إيش؟ مثيلا لله، يريد أن يعرف حكمة الله في كل شيء. لا أحد يعرف حكمة الله في كل شيء إلا الله عز وجل. أما سمعتم قول الملائكة أتجعل فيها من يسر فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا قال الله؟ قال إني أعلم ما لا تعلم، وإن كنتم ملائكة إني أعلم ما لا تعلم. لما قال أنبيوني بأسماء هذا القدس الصغير قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء ولا اجتمع الإنس والجن والملائكة ما يعلم. يدركوا علم الله في كل شيء، علم الله لا حد له، ليس لله صفة من الصفات لا حد، لا حد علمه لا حد له، سمعه بصره كماله لا حد له. فلذلك رب العالمين يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. البحر هذا سبع محيطات، مو سبع محيطات، المحيطات هذه سبع أضعاف، ها سبع أضعاف. وأشجار الدنيا كلها كسرت على شكل أقلام، والله يتكلم والملائكة والإنس والجن يكتبون يكتبون يكتبون، فتكسرت الأقلام وجفت البحار وكلام الله لم ينتهي بعده، بعد ما انتهى. وأهل التفسير يقولون والبحر مده من بعده سبعة أبحر، هذا العدد ليس مقصود لذاته، يعني ليس المقصود سبعة أبحر ما ينتهي كلام الله. طيب إذا السبعين بحر ينتهي كلام الله أيضا ما ينتهي، هذا السبعة مش المقصود إنه وأما ما فوق السبعة سينتهي كلام الله، ما ينتهي كلام الله لأن علمه ما ينتهي، كيف ينتهي كلامه وهو علمه لا ينتهي؟ كلكم تعلمون أن الطالب إذا دخل في الاختبار وكتب إذا ما كان مذاكر معلومات قليلة ربما يسلم الورقة قبل منتصف الوقت، يقول خلاص إيش يقول المدرس أو المشرف
على اختبار. يقول لا ما يصير تطلع قبل منتصف الوقت. قال ما عندي شيء اللي عندي كتاب اكتب. قال ما عندي هذا حق. لماذا توقف على الكتابة؟ لأن انتهت معلوماته. الواحد يتكلم تكلم 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 خلاص قال خلاص عندك بعد. قال بس اللي عندي اللي عندي قلت الذي عندي قلته. لما توقف؟ انتهى الكلام انتهى العلم اللي عنده. طيب رب العالمين لن ينتهي علمه حتى ينتهي كلامه. تبعتم؟ هل ينتهي علم الله؟ ما راح ينتهي. إذا كلامه لن ينتهي. سبعة أبحر سبعين بحر مليون بحر ما ينتهي كلام الله ما له نهاية. ربنا جل وعلا أزلي أبدي. أزلي ما لا بداية أبدي ما لا نهاية لا. كيف الإنسان هذا يأتي ويتصدر ويقول لا أقنعني لما أمر الله؟ أنا ما أسوي شيء إلا أكون مقتنع. هذا كثير من السائف عنا الساقطات الثقافة. ما أتحجب إلا ما أقتنع. يا سلام هكذا تفعل أمة الله. شوف إبراهيم عليه السلام لما أمر الله عز أن يذبح ابنه ماذا فعل؟ ها ماذا فعل؟ استجاب دعا ابنه وذلك. قال إني أرى في المنام أني أذبح وإلا بالابن ليس أقل استجابة من أبيه. قال يا أبتي افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم كلاهما وتله الجبين ونادينا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. بهذا وصل صار خليل الرحمن أحبه الله عز وجل واتخذه خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا ليس حبيبا فحسب الخليل. لما؟ إنه مستجيب لله عز بكل ما أمر. حتى قال الله عز وجل ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما ابتلى الله بشيء لا استجاب فرفع الله قدره جعله ذكر إلى اليوم. ما نصلي إلا ونقول إيش اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. شوف كل يوم في الفريضة والنافل والجنازة والاستسقاء والاستخار ونقول إبراهيم. لما؟ بما بلغ هذا؟ الاستجابة العبودية لله عز وجل. مية إنسان لماذا الله أمر وما أفعل لما أقتنع؟ تقتنع يعني نستدرك الأدلة حتى تقتنع بها حتى تبلغ الأدلة حتى تأكد من صحتها؟ نعم. أما لا والله أعرف لماذا الله أمر؟ لماذا الله أمر؟ لماذا الله حرم؟ أهل العلم يقول الحكمة قد ينص عليها يعني في الآية وفي الحديث الله عز أمر بكذا لأجل كذا. وإخوة تقول الحكمة هذه ملتبسة يعني قد يكون الله أمر لعل الأمر كذا أو نهكذا. طيب ما عرفت ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أن الله أمر. هذه حكمة. هو الرب وأنا العبد. فالحكمة أنني أمتثل أمر الله عز وجل. وإلا كيف أكون عبدا؟ العبودية من معانيها الخضوع. كيف تكون خاضعا إذا تريد أن تناقش الله في كل شيء؟ العسكري العسكري يقول أوامر عسكري لا تناقش. ها عسكري لا تناقش أوامر عسكرية. كيف رب العالمين؟ تقول كيف ولماذا؟ هذا الذي جعل الناس هنا كفروا بالشر أنهم اعترضوا على الله سبحانه وتعالى. فهنا الحديث صحيح وصريح نتكئ على كتاب ربنا وندع عمل. قال اعملوا وماذا يلزمنا؟ نعمل. نعم فضل. وأما النظر فمن أدلته أن أولا أن تارك الواجب وفاعل المحرم أن تارك الواجب أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه ولا يعلم أن ذلك مقدر لأن القدر سر مكتوم فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه ولماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة فيعمل بعملهم دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة ويعمل بعملهم؟ إذن ما قلنا لماذا ما قدر الله كتبه من المصلين ويقوم يصلي؟ ليش تقول قدر الله عني ما أصلي؟ ليش ما تقول قدر الله عني أصلي؟ فأنت ما تعلم ماذا الله قدر لك.
قد يكون قدر الله عليك أن تصلي وقد يكون قدر الله عليك لا تصلي، أنت ما تعلم. لكن جاء الشرع وقال أقم الصلاة، فماذا تفعل؟ اعمل، تقوم وتصلي. واضح؟ نعم. ثانيا، دائما في سؤال عامة الناس، الإنسان مسير والمخير. مسير. عندي سؤال، مسير الإنسان مسير ومخير. الجواب هذا سهل جدا، مسير في أمور ومخير في أمور، صح؟ أحوال مدلوي ساكن بار كبير أنت لمس سماق أحمر، لابس سماق أحمر أنت ولا لا؟ مسير والمخير. لما فتحت أنت خزانة الملابس في اختر وفي بيض وفي شم أحمر، سويت أنت اختيار، أنت كيف استحبت الأحمر والبسطة، صح ولا صح ولا؟ أفي أحد يشعر أنه غير مخير بهذا؟ ليش لابس أزرق أنت؟ والله عاجبني الأزرق، شعري أزرق، صح؟ أنت لما دخلت شريت نظارة، ما شفت نظارات أشكال وألوان؟ اخترت ولا لا؟ عندك قدرة اختيار ولا لا؟ أنت لما جيت الدرس عندك قدرة اختيار ولا لا؟ وين أنت واقف ونزلت ودخلت في الدرس؟ عندك قدرة اختيار. هذا واضح. لكن دقات قلبك أنت مختارها؟ ها؟ أنت نايم، أنت ماشي، رب العالمين حرك قلبك، أنت ما تختار لونك ولا، هل اخترت والديك؟ نقيهم، خوش أبو خوش أم، نقيهم أنت؟ مختارهم؟ لا ما اخترت. مختار لونك؟ ما اخترت لونك. مختار جنسك ذكر أو أنثى؟ ما اخترت. في فرق بين الشيء اللي أنت تختاره معروف، فما كأنت مختار له، إن شئت فعلت وإن شئت تركت، أنت في مخير والمسير مخير. وما كان شيء أنت لا اختيار لك فيك، لا اختيار لك فيه، أنت في ماذا؟ مسير. واضح؟ فإنسان ما يختار والدين، ها؟ ولم يوجد بعد، كيف يختار والدين؟ فالوالدان بالنسبة لكل إنسان مخير ولا مسير؟ مسير. رب العالمين قدر عليك أبوك فلان وأمك فلان. فالآن السؤال من جديد، الإنسان مسير ولا مخير؟ مسير في أمور ومخير في أمور. أمور الشرع أقم الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، من شهد منكم الشهر فليصمه. مخير فيه ولا مسير؟ مخير. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أذن اللي رب العالمين موفقه ايش يسوي؟ يدخل المسجد يصلي، واللي كمل طريقه ما يصلي. صح؟ دخل رمضان، اللي يوفقه الله يختاره يمسك، واللي اخر لا راح افطر. الحلال بين والحرام بين، واحد توجه الحرام واحد توجه الحلال، اختياره ولا لا؟ ما الذي ذهب للحرام؟ فلان ذهب اختياره ولا اختيار. او غير اختيار؟ اختيار. والاخر ذهب للحلال، اختيار. واضح؟ ولذلك لو ان انسان فعل حراما بغير اختياره لا يؤاخذ عليه. الاكل والشرب في حق الصائم حلال ولا حرام؟ حرام. صائم حرام ياكل؟ اي صح حرام. طيب واحد دخل جوفه الطعام غير رابطه، ها؟ كما يقال دخلت حشره في فمه ابتلعه، مو قاصده غصبا عنه، ولا دخل ماء في جوفه، هل يفطر؟ لا يفطر. لماذا؟ لأنه ما فعله بإرادته، لم يفعل ذلك بإرادته. طيب واحد واقف هكذا، جاء واحد صدم من راسه، وراسه كبير ما شاء الله، ترى يموت ذاك، ها عليه شيء؟ ها؟ ما عليه شيء، لأنه أصلا ما فعل هذا باختيار. معنى القتل حرام، لكن هذا ما فعل شيء باختيار. إذا لما صار هناك فرق بين الخطأ والتعمد، دل على أن ايش؟ على أن الإنسان مخير فيما يحاسب عليه. أما ما لا خيرة له فيه لا يحاسب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم. لماذا؟ لأن الصورة ما اخترتها، واللون ما اخترت، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أعمال هذا نقوم به، قلبي هذا نقوم به، خاف الله ولا أرجوه ولا أستحي ولا أرغب ولا أرهب، أعمال قلب وأعمال جوارح، صلي، أركع، أسجد، أتصدق، أصوم، هذه أعمال. أيضا أبطش، أقتل، أعتدي، هذه أعمال. فنظر الشارع إليه
هل إلى الصور والألوان ولا إلى الأعمال؟ إلى الأعمال، لأن الأعمال هي مجال افعل ولا تفعل، مجال اختيار، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. فهم بعض الناس من المعاصرين أن قوله جل وعلا قل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حرية اعتقاد. يا أخي الناس حرين، فعل ما شئت، وكيف يصير مسلم يصير كافر يصير روح كنيسة روح حسينية روح مسجد كيف؟ طبعا هذا الطرح يطرحه كثيرا طارق السويداء، صح؟ هل آية معناها قل حق ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنها كيف؟ لا، ليس هذا المراد أبدا. لو أكمل الآية لاتضح له الأمر، قل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا اعتدنا للظالمين نارا، لأن ما هذا الوعيد لو كان كيف؟ ما جاء هذا الوعيد، هذا وعيد. المراد أن الحق قد تبين، الآن اختار وستحاسب على اختيارك. لا أكره في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ليس مع لا أكره في الدين يعني كل واحد حر، اللي يعتقد أن الله واحد، واللي يعتقد أن الله اثنين، واللي يعتقد أن الله ثلاثة، اللي يعتقد بأن الله لا تأخذ سنة ولا نوم، واللي يعتقد بأن الله ينام، اللي يعتقد بأن الله لا يموت، واللي يعتقد أن الله يموت، اللي يعتقد أن الله لا يسمع، واللي يعتقد أن الله يسمع، كل واحد كيف، اللي يعتقد أن الله فوق جميع خلقه، واللي يعتقد بأن الله في كل مكان، كل واحد كيف. هل هذا معنى؟ لا، وإنما هذا الآية أن بعض الصحابة أراد أن يكره أبنائه على الإسلام وقد تنصروا. رب العالمين يقول ما في داعي تكره، قد تبين الرشد من الغي. الآن الأمر اتضح، لا إكراه في الدين، لا إكراه يعني لا تكرهوا، لا تكرهوا أولئك الذين ما يريدون الإسلام، يبي يدفع الجزية ما هو داخل الإسلام، يدفع الجزية خليه على الكفر الله حاسبه. مش معناه أنك حتى لو كفرت لا بأس، كلنا على خير، وكلنا السني والشيعي والملحد والنصراني، وكلنا ابناء بلد، وكلنا ابناء وطن، ما نروح تقاتل وعمل فتنة، لكن ما يعني هذا أن كلنا سواء عند رب العالمين، لسنا سواء. الله يقول في كتابه فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، واحد مسلم واحد نصراني، واحد يقول الله لا إله إلا هو يقول وإلهكم إله واحد، واحد يقول إن الله ثالث ثلاثة، كلنا نفس الشيء، كلنا مواطنين، كلنا حبايب. ما نعمل فتن، صح ما نعمل فتن، نعيش وذكر واحد بحالنا، بس نقول ان احنا نفس الشيء، ما بيننا فرق. ايش هذا كلام باطل؟ كيف ما بيننا فرق؟ ربنا فرق، لما الله ارسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم اترك الناس على دين ليس على الاسلام؟ الله يقول في كتابه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، على كل أديان الدين، اسم جنسي على كل أديان اليهودية النصرانية، يظهر على الدين كله ولو كره المشرك. تقول لا ما بيننا فرق، في فرق كبير بين الإسلام والكفر، بين المؤمن والكافر، فرق كبير جدا جدا. طيب إذن نحن نعمل ونعرف بأن الإنسان مخير فيما يحاسب عليه، مسير فيما لا حساب عليه، لونك جنسك أبويك على أمر ما اخترته حتى يحاسب عليه، لكن صليت ولا ما صليت تحاسب عليه، إذن هذا مخير. نعم. قال ثانيا أن إفحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها، كما قال الله تعالى عن المكذبين للرسل وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له ظلمي إياك كان بقدر الله. إذا ما ضربت بمثل يعني صبعت على وجهه تصبع قلت له قدر الله، تصبع ثاني نعم قدر الله، كما يروى أن رجلا سرق وأتي إلى عمر وأمر بقطعيته فقال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله، قال له أنا أقطع يدك بقدر الله، أقطع يدك بقدر الله. هذا نفس الذي يحتج بالقدر ويترك العمل لأن الله قدر عليه، لو ظلمت قال لا تظلمني، قل له قدر الله أن يظلمك ما يرضى. نعم. لم يقبل منه
لم يقبل منه هذه الحجة، فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه؟ ثالثا، أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين، أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل والمشارب والتنعم، والثاني بلد خائف قلق فيه أنواع البؤس والشقاء، لاختار السفر إلى البلد الأول، ولا يمكن أن يختار الثاني محتجا بالقدر، فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر الآخرة؟ فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى؟ قيل له: الجواب عنه أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا دفاعا عنه، وإقامة للعذر لهم بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله، فإنما قصدوا به دفع اللوم عنه وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك، ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل أن شركهم واقع بمشيئته. أن كل شيء واقع بمشيئة الله، ما المشرك يشرك هل بمشيئة الله أو خارج عن مشيئة الله؟ مشيئة الله، مشيئة الله، مشيئة ما يحبه الله وما لا يحبه إلا مشيئة الله. هذا خلق وخلق، كون وكون، ما في شيء يقع خارج عن مشيئة الله. لو ثم شيء وقع خارج عن مشيئة الله معنى مشيئة هذا العبد غلبت مشيئة. قال قائل بأن الله لم يشأ للكافر أن يكفر، ذهب وكفر، معنى الله لم يشأ الكفر، معنى ماذا؟ أن مشيئة كافر أقوى مشيئة، غلبة مشيئة، لا يمكن، هذا كفر بالله العظيم، ما في شيء غلب مشيئة، ولا في شيء يقع في خلق الله خارج مشيئته، وخلاف مشيئته، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا إشكال في كون أشياء لا يحبها الله ولا يرضاها، وتسقطه وتقع في خلقه، لماذا؟ خلق فعلها لحكمة. شاء لحكمة وخلق لحكمة لا لذاتها. نعم. فإن قال قائل: ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتج آدم وموسى، وفي لفظ: تحاج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثا. وعند موسى تكرر قال: فحج آدم موسى. نعم. وعند أحمد: فحجه آدم، أي غلبه في الحجة. قيل له: الجواب من وجهين، أحدهما أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه، وهي إخراجه وزوجه من الجنة، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعتب على آدم في مصيبة في معصية تاب منها إلى الله تعالى. تاب من الذنب كمن؟ لا ذنب، وما يقول لماذا عصيت الله، يقول لماذا أخرجتنا من الجنة، لماذا قال لماذا عصيت الله أكلت من الشجرة؟ لأن آدم قد تاب، ومن تاب تاب الله عليه، تلقى آدم ربي كلماته، ها تاب عليه، لكن هو يقول ليش أخرجنا من الجنة؟ آدم قد تاب الله عليه. نعم. فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى، فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذا، وإنما عنا بذلك المصيبة التي حصلت بآدم وبنيه، وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية، فاحتج آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعالي، فهو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل،
فإن لوم تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره، فيقال له لماذا تسافر؟ فيقول هذا أمر مقدر، والمقدر لا مقر منه، فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر لأنه يعلم أنه لا مكره له، وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به. وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة. أي شيخ؟ ابن تيمية. هاي تقريب التدمر، التدمر للشيخ سان تدمر، الشيخ ابن تيمية قرب، صعبة جدا. نعم. الوجه الثاني أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، لأن الآثار المترتبة على ذلك قد زال بالتوبة، فانمحى به توجه اللوم عن المخالفة، فلم يبق إلا محض القدر الذي احتج به، لا ليستمر على ترك الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. يعني حتى لو إنسان احتج بالعيد، القدر على العيد المعصية، لكن هذه المعصية تكون سابقة قديمة وقد تاب الله، قد تاب الله، هذا لا بأس له. كان يقول إنسان قدر الله ذاك الوقت ما كنت أصلي، ها صح، قدر الله انتهى، أنا هو يصلي فاحتج على عيد وقع وانتهى، تاب الله بالقدر. نعم. وقد أشار إلى هذا ابن القيم في شفاء العلم، وقال إنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصورون على شركهم وعبادتهم غير الله تعالى، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله، ولم يعزموا على تركه، ولم يقروا بفساده. فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ألا يعود. ونقطة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حين طرقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة ليلى، فقال ألا تصليان الحديث، وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصاحبه يعذر فيه، فالنائم غير مفرط، واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح. بارك الله. نكتب على القدر. بعض الأخوة قال يعني تقريب التدمرية ساعة ونص كثير علينا، ما نستوعب، فيها صعوبة شوي، فخففنا من الوقت، لكن درس ملخص الفقه ساعة ونص، تأتون الساعة 8 بالضبط إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.